كذا الفوز. وش ذا؟ كذا الفوز. السلام عليكم، جيتكم مقطع جديد اليوم يا ابو عابد. هلا ابو عابد. هلا والله، اهلا. وش التطقيع حقنا الخرا؟ ايش رايك؟ في فلوس ولا ما في فلوس؟ كم تبي؟ 70,000 دولار؟ لا، ولا انت ما يجي براسك الا 100,000 دولار؟ ما مطفر انا يا اخوي. شوف يعني صوت يقطع. اي والله يقطع. اي والله. الماب عباره عن ليفل سيلكت، انت اختار الليفل اللي يناسبك او تبغى تلعبه، ويطلع لك ماب او يطلع لك ليفلات على حسب، يمكن يكون صعب يمكن يكون سهله. فمكتوب انه ميديوم، ان شاء الله انه ميديوم وان شاء الله انه ما يكون صعب. فايند ذا كيك. كيك وين؟ بروح ادور وين امشي؟ وين؟ لا، في واحد استهبل. وين عندك؟ ايه في ناظر قدامه ومشى. والله يفشلك يا سلوم، ما تعرف. والله يفشلك. شفت انا هنا 15 سحبت. طيب هنا وش؟ طيب مسكين حاط لك رقم. يا اخي ما تشوفه انت. ايش مكتوب؟ دونت فورجيت. مش على طول. يا طيب. لا وش ايزي؟ ها؟ ما ادري والله، ما ادري. ما ادري ايش السالفه. باركور ايزي ايزي. تعال تعال. ما عليك، اصبر. طاح 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 طاح. طاح طاح يا رجال. ايزي. اوكي هذا اللي اوكي. ما في طيح اصلا، ما في موت. ما في موت. انا ما في موت صديق. لا لا الله. اوه نط على ذا ثم ذا. ها اخبارك؟ نط. لا لا مو كذا يا عبد. البنك نازل عندي، فردة الفعل سريعة، عرفت؟ ايه سبقت انت. اي مرة. اي اي بس 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 هذا اللعب. اوكي هذا ليفل 3 اتوقع. يب والله صراحه انا معجبني تصميم الماب. شكرا والله، يعطيك العافيه. وين رحت انا؟ هي وين رحت؟ اصبر. يا ساتر يا ساتر، شو اللخبطه دي يا ولد؟ بعد البونسر الثاني لازم تلف على اليسار عشان ما يوديك على السبيد. لا لا ما عليك، ايزي والله. اوكي الله ايزي يا رجال. الله واضح اني مطولي. بسم الله. والله في خرابيط هنا. هلا اس اس وات. ها اوه يرجعك لورا الحل هذا الليفل فوقي، فهمت؟ ايوه كذا، بعدين بيرجعك على الكفر، فهمت؟ والله اكسي ذا. الله. اوكي ليفل 5. اوكي بس كذا؟ لا والله مو بس. اوه شي وخر. يا الهي ماذا جرى؟ يا الهي ماذا ارى؟ خلينا نجرب النطه. لا لا عرفت 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 عرفت. ما انت مصدق ازاي؟ اصبر. شوف 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 تعال في هنا شيء. وش ذا؟ تعال تعال خذ الثلج والحقني. تعال انا فهمت فهمت فهمت. سويتها، ما يحتاج يا رجال ذا الشغل كله ذا، ما يحتاج. شف اول ما يرقيك امشي علي. لا لا طحت انت. وش ذا اللي عندك لنش؟ ما ادري والله حق ربيط. هي 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 هي. اوكي ها. اوه اوكي يا كثرهم. ايوه نشب. ايوه ايوه بس الله. لا صقعت الجدار. لا 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 وش ذا؟ كذا الفوز. وش ذا؟ ايه كذا الفوز. والله ما ادري ايش قاعد تسوي انا، ترى طحت مليون طيحه. اتوقع انه عندي. وين؟ اصبر اصبر. مرحله 7. يب يب عندي. ايه هذا هو هذا هو. والله العظيم اني قاعد امشي للصدف. حلوه 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 حلوة والله تصدق. اي نفس حركة. بسم الله. ها كنت ابو زيد ما غزيت. نط نط نط. اوه ها اوكي لازم فوق. قليل وش الجلتش اللي جاي يا اخوي؟ لا 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 لا. اها يا المشوار. اصلا خلني اشرح لك كل شيء الحين. المرحله ذي عباره عن ثلاث مراحل.
جت اوكي يا حبيبي بعدين سليمان. بعدين تكمل هنا بس شفت كيف؟ لا ما شفت كيف. صدع شو الاستقبال كفو دين 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 دين. اوكي هذا الليفل هنا ايزي يا رجال والله يا اخي الماب صح انه ثيم واحد بس حلو 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 والله مره صداع. ها وين اروح الحين؟ اوكي ديم لا كني عرفت لها اقول كني عرفت اخ اي صدقني الله 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 ضبطت 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 شلون شلون ضبطت قبل شوي صاير انا وزدت مع الاولى بعد الثاني ضيعت لا ايوه صح عليك ايوه ايوه الله صح عليك السلام عليكم ما فجأة قلب 50 دقيقة شوف يا سلوم في المحاولة انا عندي لك حل نسوي سكيب اللي عندي واللي عندك يعني ما في سكبات ها قضيت يا لبا قضيت اي يا رجال تعال تعال هذه شوف هذه هذه بسم الله لا 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 الله قد ما بقول في سلوان شوف 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 انا بقول ها بعدين يرجع من جديد صح لا لازم تنط فراغ هنا بعدين تنط بالزحلقة الثانية وتجي تنط فوق هناك الطريق كذا يعني وشلون رقيت شلون من اول محاوله هب لا 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 ابلع طحت فزت اصبر ايزي ابو يا اخوي لي نص ساعه انا هنا من اول محاوله جاي معرق ذا اعوذ بالله ايزي يا رجال ايزي شوف لا لا تنط على الطرف اصبر 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 بس رقيت رقيت ابشرك اول محاوله قدرت. خلاص اوه اخيرا يعني لازم تيجي انت واسطه يعني واسطه على طول خلصت يوم جيت لا ايه ما نطت لي كفر واخر يا ملقوف حسبت اني مشيت ادورك هذه نط عليها نطتين عشان تروح لهذه هذه مدينه نط منها اي والله مدينه نط اوه وصلت بالشرك لا والله ما وصلت بالشرك الله الله ها قلبي وش انتبه وش انتبه ترى باخر باخر ال انت انتبه 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 هي هشوة ها هشوة والله يا ابو يخرج صح؟ ما تبني اقول ها ما ادري وشو ايه ليفل 11 ولا ثلج فوق روح 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 القلب دايرك ولد لا اي ها ترى تذكرت كم مرحله ذي وش دخلت انا مرحله عند الباب ما رحت انت دخلت دخل هنا يا وش ذا ايش دخلني هنا انا بدي اصفر ايوه ايوه اي يا شيخ فهمت ايوه المفروض انك ايوه بس بس ايوه لا شوف 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 لا فهمت فهمت شفت شفت اللي على الزاويه اللي فوق زي الغرفه هذه لا تنط عندها خلها سيده الباقي كلها نط 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 راح انت راح انت لان ما بقى وقت بقيت 29 دقيقه راح اشوف المرحله اللي بعدها جاني جلتش النط الله ياخذها ليش قضى الثلج علي ليه فجاه يا الله فجاه قرر الثلج انا خلصت اصبر تكفى فوز ها وش ذا رج راسي رج ذا 13 كيف اجيب الثلج؟ ام الحالة وصلت وصلت بشرك كفو اللي بعدها اللي بعدها وش ذي اللي بعدها؟ وين الثلج طيب؟ اها هي فيها ثلج هنا مثلا في ثلج شفت؟ لازم تاخذه بعدين تمشي كذا بعدين تنط على هذه ينط على هذه تكفى نططني بعدين كذا بعدين كذا ايوه لا لا ها بس كذا كفون فوز فوز 14 ساتر ولازم تنط
ساتر يا رب. توقع اني وصلت. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. توقع اني وصلت. لا شو اسوي بالخوخ ذي؟ هذا الخوخ لازم تمشي عندها. مشي عادي. مرحلة معقدة. انت 14 الحين صح؟ خلصتها. بقيك الاخير 15 ترى. إيه لانه بالبيبان اول شيء سلكت ليفل كان 15 اخر شيء. صح والله. لازم ها؟ انا اطقس هذه. وات؟ وات المرحلة؟ ها؟ خلصت ولا توك؟ اصبر اصبر. اوه وش ذا؟ ذا راسي؟ الرج راسي رج الله ياخ. ها؟ تكفون فوز. تكفون. انا وين رحت؟ ضعت ضعت. ليف؟ ما في جي جي طيب؟ سهل الماب يا اخوي. ها؟ والله في شيء هنا تقول لي وات وات ايش ذا غرفه يا عيال ها رجعني من جديد يا عيال خلاص يعني خلصت ما ادري قاعد امشي 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 امشي, أمشي. خلصت ابشرك الحمد لله على السلامة راسي الله يا اخ ايش في ايش في الله صد الراس اللي يفجر راسه خلاص اي وصلنا ما في احتفاليات قروده كفو جي 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 حلو والله الماب حلو والله حلو بس يدوخ الراس اقسم بالله يدوخ والله يدوخ كذا سالفه سبيد بونسر سبيد بونسر بس هاي كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع عجبكم لا تنسون زر لايك عجبكم المقطع قناه ابو عبد في الديسكربشن كود الماب في الديسكربشن ولا تنسون دايمكم الرهيب وكود شوب صحني ما ذكرت فيه بداية حبيت اني اذكركم في النهايه في اسئله لا تنسونه يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء اشوفكم على خير سلام